قبل ما نختم في اليوم ده لازم نصلي لمصر، في اليوم ده لازم نصلي لمصر في الأزمة وفي تالت موافقني مش كده؟ في ترنيمة اتعملت نعرف كلنا نصلي فيها لأجل مصر مش كده؟ بارك بلادي بارك بلادي، النشيد الوطني بتاع ميدان التحرير مش كده؟ بارك بلادي يا رب. احنا هنا جايين نقول لك مش بس عايزين نفرح هنا مع بعض مع اخواتنا، عايزين البلد دي يتصلح حالها يا رب. امين. بارك بلادي يا رب. عندك نور يكفي شق بيه الضلمة، عندك مطر يكفي للصحراء اللي موجودة عندنا، عندك خبز يكفي للجعانين اللي ابتدوا ياكلوا من الزبالة الأيام ديت. ارحم بلادنا يا رب. بارك بلادي. خلينا مع بعض كلنا نصلي. ممكن نطلع الكلمات بتاعت الميدان، عندك كلمات الميدان؟ مش كلماتنا هنا، بتاعت الميدان. أيوة متشكرين. مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور، مهما كان الحال هتقدر ياللي بالنديلة بالقلوب نصرخ إليه، بالقلوب نصرخ إليه، يدي واحدة وقلب واحد وضعي حياة Yeah.
أمين. مين يقول أمين؟ طلبة نقدر كلنا نتحد فيها. خلي بلدنا جنة.